عندي 3 اخوات بيعانوا يعني من هكا، واحد منهم مطلوع من العقل وعميان، وانا بدي اعاني فيه وما فيني بشتغل لبرا وبعيني عليه، والثاني مكسوره ايده وانا بدي اعاني فيه ولبسه تيبه وحطه وشيله، والثالث صار حال في هالدنيا وعاد ما رحت صحت له وجبته على البيت واكل ما بيجي. يعني ما في مدخول الي لساعده، بدي حدا يساعدني بالمدخول على البيت، انا ما فيني لحالي، وبدهم اكل وبدهم شرب وبدهم شغله وبدهم لبس وبدهم، انا ما فيني والله لحالي.